بان اخي راه عندي واحد المشهد الكحلايا راه راسي شاب منه واش قال عافيه ان شاء الله يا ودي شنو نقول لك الزوج عاد تخزر لي ولا تبنها وانا المراه يسمى دارت لي بين عينيه وذراري وعاد لي قيا الله الحس طول والحديد طول يبعد على شيك راه كاينه في كل دار وكاين الحلول وكاين دار العجزه يا جماعه انا ملي ديت الزوج لدار العجزه الحمد لله راني ريحت راني وفقت ما بين المراه وذراري تنطلق هذه الأيام السينمائية بحول الله يوم 11 جويلية يعني 11/7/2021 إلى غاية يوم 15 يعني يوم الخميس 15/7/2021 في دار الثقافة في قاعة العروض مساء كل يوم مساء من الساعة الخامسة إلى غاية الساعة السابعة بحول الله الأيام السينمائية الأولى للدكتور محمد كاكي هذا دكتور سابقا كان انسان مولع بالسينما من الاوائل اللي كانوا يقودوا الحركه السينمائيه في الجيل. بطبيعه الحال هذه الايام اردنا من ورائها وضع صناعه السينما ووضع السينما في خطها المستقيم وكذلك تبادل الخبرات واكتشاف المواهب. وهذه الايام ان شاء الله كما قال الدكتور نتمنى بالجونة هذه عبارة عن عروض معرض سينمائي الصور السابقة أيام السبعينات أيام الثمانينات في ولاية الجلفة تعريف بمن صنع الحدث السينمائي أيام السبعينات وأيام الثمانينات وكذلك الأجهزة أو الآلات اللي كانوا أوائل فكانوا يصنعون الفيلم وكذلك هناك ورشات ولمن أراد الالتحاق الأبواب مفتوحة وعندنا إن شاء الله هناك صفحة نفتحوها على الفيسبوك التحقوا بنا وفي الحقيقة هذا بداية هذا الأيام هي نقطة من النقاط التي ابتدأناها من قبل وإن شاء الله نكمل بها المسيرة السينمائية في ولاية الجلفة ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس